تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه يا الضر. وذرية درية منه تسعة يا أئمة حق لا ثمان ولا يا عشر. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟ أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟ وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. صدق سيدنا ومولانا رسول الله، لذكره صلوا عليه وآله. اللهم صل على آل محمد. حينما يريد أن يبحث الباحث عن قضية معينة ويدعمها بآيات أو روايات، خصوصا بالنسبة للآيات، لا يحتاج البحث عن السند لأنها قطعية السند. القرآن قطعي الصدور عن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة هذه العقيدة كل مسلم لا يختلف فيها اثنان من المسلمين. لكن المسألة وين والخلاف وين؟ في تفسير القرآن وتأويله يقع الخلاف. طيب، عندنا بعد الحديث الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة الأطهار. طبعا احنا عندنا الحديث الذي يصدر عن الرسول وعن الأئمة هو على حد سواء، لأنهم ينطقون عن الرسول صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. لكن عند جمهور المسلمين يأخذون بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الجامع المشترك بيناتنا هو الرسول الأعظم. طيب، أحاديث الرسول قلما نجد حديث متفق عليه من الفريقين. بعض الأحاديث سلم بها الجمهور وأخذوا بها وأخذوا يتداولون هذا الحديث وكأنه من المسلمات، كالحديث الذي رواه الأول حيث يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هذا الحديث لا نعتقد به، وردته فاطمة الزهراء في محضره، قالت: أفي كتاب الله ترث أنت أباك ولا أرث أبي. على كل حال قضية مفصلة. الموضوع
أن الحديث الذي يتفق عليه من الطرفين قليل. هناك أحاديث نحن أتباع مدرسة أهل البيت نسلم بها، ولكن الفريق الآخر لا يقبلها. نأتي إلى هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول احنا نريد نبحث عن قضية، نبحث عن مدى قرب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من رسول الله، وما هو شأن الإمام الحسين. من خلال هذا الحديث يتبين هناك عمق في هذا الحديث. طيب، المسألة الأولى، هل أن هذا الحديث مسلم عند الفريق، عند الفريقين أم لا؟ هذا الحديث أيها الأخوة رواه الترمذي في سننه، ورواه المحدث الطبراني، ورواه الحاكم النيسابوري في مستدرك، في مستدركه على الصحيحين، عند كتاب المستدرك على الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكثير من علماء السنة ومحدثيهم رووا هذا الحديث، وحتى الألباني صححه ولم يشكك في هذا الحديث. طيب، عندنا هذا الحديث مسلم؟ نعم مسلم. أين روية؟ روية في كتاب كامل الزيارات، كامل الزيارات لابن قولوي، هذا الرجل العالم الجليل المحقق، وكتاب كامل الزيارات أو الكامل في الزيارات، هذا الكتاب حقيقة يعد من المصادر التي يعتمد عليها علماء الشيعة والذين ساروا على نهج أهل البيت، يعتبرون هذا الكتاب من المصادر، والذين وثقهم ابن قولوي يأخذون بتوثيقه لأنه محقق. طيب، إذن ما عندنا كلام في موضوع السند، نأتي إلى الحديث نفسه. وهي الدراسة تتفرع إلى فرعين، دراسة السند ودراسة المتن. إذا سلمنا السند نجي إلى المتن، منطوق الحديث ما هو، مدلوله ما هو، ماذا يريد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هو حسين مني وأنا من حسين. وطالما تعرضنا إلى هذا الموضوع في سنوات سابقة، ولكن إشارة سريعة على هذا المقطع الأول، حسين مني وأنا من حسين، هذا الحديث يعلم الجميع أن الحسين هو ابن فاطمة، وفاطمة هي بنت رسول الله، فالحسين فرع من رسول الله. فحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني، يعني من ذريتي، يعني أصله نابع من أصلي، فهو فرع من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن نأتي إلى القسم الثاني أو الشطر الآخر، حينما يقول وأنا من حسين، كيف يكون رسول الله الذي هو الأصل من الحسين الذي هو الفرع، والحديث مسلم، والقرآن الكريم يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الرسول الذي هو سيد الحكماء وسيد البلغاء لا يقول قولا إلا ويعني ما يقول، إلا ويقصد ما يقول ويبين مراده في هذا القول. ما هو المقصود حينما يقول وأنا من حسين؟ كيف يكون رسول الله من الحسين؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنه سوف يتعرض المسلمون وتتعرض العقيدة ويتعرض القرآن وتتعرض الأمة إلى موجات من الانحراف والتضليل والدجل وإبعاد المجتمع عن الإسلام الحقيقي وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر لو استمر
لمحق الدين لو استمر هذا التضليل والدجل وإبعاد الناس والسيطرة بالحديد والنار على المجتمع الإسلامي دون أن يبينوا حقيقة الإسلام وسماحة الإسلام والجوانب الطيبة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، انتهى الدين. والواقع الناس الآن أو المجتمعات وخصوصا المجتمع الغربي الآن من يريد يدرس الإسلام المصيبة ما يروح على شخصية الرسول ولا عن ممارسات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع مجتمعه، وين يرحون؟ يرحون إلى ممارسات الحكام الذين جاءوا بعد رسول الله، وهذه الممارسات أساءت للإسلام، وهذه الممارسات هي كانت الضربة القاضية للدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبعد الناس عن حقيقة الإسلام. السنة الأولى التي حكم بها الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنتين حكم، سنتين، خلال سنتين 22,000 قتلوا باسم شنو؟ حروب الردة. منين دول 22,000؟ من الكفار؟ لا، إنما من المسلمين، من المسلمين قتلوهم ولاحقوهم في قراهم وفي أحيائهم، كل يوم يبعث سرية ويوم يبعث خالد ويوم يبعث غيره ويقتل الناس على أن هؤلاء قد ارتدوا عن الدين. طيب إذا الدين يعني رسول الله، أسألك بالله، أنا رسول الله 23 عام الدعوة التي قام بها وتحمل ما تحمل وخاض الحروب وما يقارب 82 غزوة وسرية وحرب وغيرها كانت على عهد رسول الله، تعرف الضحايا الذين ذهبوا من الطرفين من المسلمين ومن غير المسلمين كم؟ أكثر الروايات واللي دخلت بها روايات إسرائيلية تقول أنه 1400 شخص قتل من الطرفين من المسلمين ومن غير المسلمين، 1400، وهذا العدد مبالغ فيه. المحققون من حتى من بعض السنة يقولون أن الذين قتلوا في عهد رسول الله في كل الحروب 82 حرب 480 شخص انقتل من المسلمين استشهد ومن غير المسلمين قتلوا. طيب لكن الرجل يأتي خلال سنتين 23 سنة رسول الله 480 ضحية، وخلال سنتين الرجل يأتي ومن المسلمين 22,000 يقتل، ومن بعده الثاني حدث ولا حرج، ومن بعده الحروب التي أشعلها الناكثون والقاسطون والمارقون معاوية وحرب الجمل عائشة وطلحة والزبير والمنافقين الخوارج الذين شنوا الحروب على أمير المؤمنين. على كل حال، طيب إذا شخص يريد يجي يدرس الإسلام ويشوف هذا الإسلام كل حروب وكل ذبح وكل قتل، والمصيبة يأخذون الإسلام من هؤلاء من الحكام من هذه الممارسات، طبيعي الإسلام يمحق، الإسلام ما يبقى به شيء. الإسلام اللي كان هدف الأساسي للمنافقين ولمعاوية ويزيد ومن قبلهم أبو سفيان، هدفهم الأساسي هو إسقاط هذا الإسلام، هو محاربة هذا الإسلام. أبو سفيان يدخل على عثمان وآخر أيامه كان أعمى، يسأل هل هناك غريب في المسجد أو في المجلس؟ يقولون له لا. تكلم يا أبو سفيان. يقول تلاقفوها يا آل أبي سفيان أو يا بني أمية، تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار.
إنما هو الملك. نظرة أبو سفيان إلى كل هذا الدين، يقول رسول الله لا إجا بدين ولا، إنما أراد أن يملك العرب فبهذه الطريقة ملك العرب، لا جنة ولا نار، إنما هو الملك، فأنتوا تلاقفوا هذا الملك. معاوية في العراق حينما دخل خاطبهم بهذا الخطاب، وهذا موجود في كتبهم، يعني مو شغلة احنا نجيبها. قال يا أهل العراق ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا، وإنكم لتفعلون ذلك، تصلون وصومون وتحجون وتسوون هالأعمال هذه، أنا ما عندي شغلة بصلاتكم وصومكم، إنما قاتلتكم لكي أتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك، هاي الله أعطاني، الله خلاني، الله نصبني عليكم، وأنتم له كارهون. ويزيد نفس المنهاج ونفس المنوال، شو يقول؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. زين شرفك إذا هذه النظرية قائمة على أنه كرسي سلطان ملك رئاسة، هي هذه إلى الآن دي يبحثون عنها، ترى مو يعني انتهى أبو سفيان وانتهى معاوية وانتهى يزيد، لا مستمر المنهج، المنهج مستمر، والدفاع عن هذا المنهج مستمر. روح قلب في صفحاتهم وشوف، شوف الدفاع المستميت عن يزيد. زين إذا الإسلام بهذه الكيفية يؤخذ، حقيقة ما يبقى من الإسلام شيء. ما الذي وقف بوجه هذا الطغيان وهذا الانحراف؟ إنما هو الحسين، الحسين هو الذي كشف زيف هؤلاء وضحى من أجل كشف هذا الزيف بدمه وبأهل بيته وبأصحابه وحتى بالطفل الرضيع، ضحى بكل شيء من أجل أن يكشف زيف هؤلاء. إذا حكم المسلمين حاكم مثل يزيد فعلى الإسلام السلام. فإذا حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا من حسين، يعني أن امتداد ديني وبقاء القرآن وبقاء هذا المنهج وبقاء اسمي على المنائر والمنابر وفي الضمائر إنما هو بسبب الحسين، وأنا من حسين، يعني بقائي وبقاء اسمي هو بسبب الحسين. هذا. وأيضا عندنا أحاديث عنهم جميعا يقولون كلنا نور واحد، كلنا يعني أهل البيت رسول الله وأهل بيته كلهم نور واحد، صلوا عليهم جميعا. فأي جزء تأخذه من النور هو منبعث من الكل، يعني أي شعاع، فنور النبي من نور الحسين ونور الحسين من نور النبي، لأن كلهم نور واحد. هذا أيضا تفسير، ولعل هناك تفاسير أخرى كثيرة، حيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتحدث إلى ذلك الزمان، يتحدث إلى الأزمان القادمة، وهناك بحوث حول كل كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أحب الله من أحب حسينا. هنا البحث أيها الأخوة شوية بنوع من التفصيل أرجو الالتفات إليه. هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا، ما المقصود؟ عندنا في الجمل المفيدة، الجملة المفيدة مو عندنا باللغة العربية، أكو كلام يعني يتحدث به الإنسان يكون جملة مفيدة وأحيانا جملة غير مفيدة. زين الجملة المفيدة يقولون تنقسم قسمين، تنقسم إلى إنشاء وتنقسم إلى خبر، إلى خبر وإنشاء. الخبر شنو؟ الإنشاء شنو؟ الخبر هو إخبار عن شيء حدث ووقع وله وجود في الخارج. الإنشاء لا، كلام تريد أن توقعه، مثلا عقد البيع إنشاء، يقولون بعتك مثلا الكتاب،
قبل هذا الكلام ما كان أكو بيع وشراء، بهذا الكلام الآن تنشئ شيء جديد. الدعاء، ترفع يديك بالدعاء وتطلب من الله، أو أقول تقبل الله أعمالكم، تقبل الله أعمالكم. هنا شنو يعني؟ يعني أدعو من الله أن يتقبل أعمالكم، مو دا أخبر. الإخبار أنا ما أدري الله متقبل أعمالنا وما متقبل أعمالنا، بس ندعو من الله أحدنا أو رحم الله والديك، أنا أدري الله راحم والديك وما راحم أما ما أعرف، لكن هذا دعاء يسموه، ما إلى وجود أنت تنشئه. ولكن الإخبار لا، له وجود، زيد قائم، الجو ممطر مثلا، ده تخبر عن شيء واقع في الخارج. هنا أحب الله من أحب حسينا، هل من باب الدعاء؟ يعني شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يدعو أنه اللهم حب من يحب الحسين، أحب الله من أحب حسينا. طبعا هذه الوجوه كلها هي خير، يعني أي وجه تريد تأخذه هو شيء جميل. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم حب من يحبه الحسين، أو أحبب من يحب الحسين، هذا أمر جيد. هذا وجه. الوجه الآخر أنه خبر، أحب الله، أحب الله من أحب حسينا، هنا إخبار، يعني النبي يريد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى يحب من يحب الحسين. وإذا قلنا أحب الله من أحب حسينا، يعني من أحب الحسين يحب الله، وكلها وجوه جميلة. على أي وجه من الوجوه، فأن هذا إذا كان دعاء أمر جميل وجيد، وقلت أن الدعاء لم يكن له وجود في الخارج، يعني خارج الكلام ما موجود شيء أنت تريد أن تنشئه من خلال الدعاء، أو تقول مثلا رضي الله عن فلان، هذا الترضي اللي عادة هذا يعني حقيقة تسألهم للجماعة، أنتوا رضي الله عنهم جميعا عن الأصحاب، وهم يقولون، وراجعوا كتبهم وراجعوا أقاويلهم وخطبهم، يقولون الصحابة فيهم من زنى، وفيهم من شرب الخمر، وفيهم من ظلم، وفيهم من فعل، وفيهم من قتل، وفيهم من قتل، يعني هذا خالد بن الوليد في قضية مالك بن نويرة فعل حقيقة إجرام سوى في زمن الأول، قتل مالك وزنى بزوجته، ومن ثم قطع رأسه ووضعه تحت القدر لكي يطبخ الطعام. البارحة أول بارحة كنت أسمع واحد من هؤلاء اللي حقيقة على طريقة الدواعش، اللي يفتتح كلامه الحمد لله الذي بعث رسول الله بالسيف، بعثه بالقتل، بعثه بالذبح، هذا المفهوم كله يريد ينطي انطباع للعالم أن رسول الله رسول القتل والإبادة والحروب، هذا اللي يريد يبين للناس. فهذا المنهج يقول أنه صحابة كذا يفعلون ويفعلون ويفعلون، يقول وهذا العمل اللي سواه وخلى راسه حتى يرهب الأعداء، يرهب الأعداء. أي أعداء؟ هؤلاء دخلوا عليهم والمؤذن في قريتهم كان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أي أعداء؟ هذا الرجل تأخر ولم يعطي الزكاة، لأنه حينما جاء لم يجد علي بن أبي طالب، هو كان حاضرا في بيعة الغدير وبايع علي بن أبي طالب على أنه هو الخليفة بعد رسول الله، وإذا به يأتي إلى المدينة ويدخل المسجد ويجد شخصا آخر، هذا الشخص الآخر ما يمثل رسول الله، رجع ولم يعطي الزكاة، فبعث إليه خالد وفعل ما فعل، قتلوا القرية بأجمعها.
وأسروا نساءها. على كل حال هذا رضي الله عنهم أجمعين. زين هذا الرضية، احنا خلينا نرجع للموضوع. رضية انت دا تخبر انه الله راضي عنهم، عندك علم ان الله راضي عنهم، هذا خبر لو انشاء، لو دعاء دا تدعو. هم يقولوا على اساس خبر الله راضي عنهم، اولئك رضي الله عنهم ورضوا عنه، آية قرآنية جيبها. بس من هو اولئك؟ اولئك المجرمون، اولئك السفاحون، اولئك الفسق الفجر، على قولكم انه يفعلون الفواحش وغيره، هؤلاء يستحقون الترضي. اي دين هذا؟ اي مفهوم هذا؟ فتحصان ناطين للصحابة، ما اعرف شنو هالحصانة هذه، شنو ميزة الصحابي عن غير الصحابي، عن التابعي، عن الذين جاءوا من بعد. المؤمن مؤمن، والفاسق فاسق، والفاجر فاجر، والظالم ظالم. لماذا ذلك يحاسب وهذا لا يحاسب؟ لماذا ذلك يلعن وهذا لا يلعن؟ ما الفرق؟ فإذا لابد من تحكيم العقل والضمير والرجوع إلى مسلمات القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى في أكثر من 30 أو 36 آية يذكر فيها اللعن، يقول لك لا تلعن، لا تلعن إلا الشيطان، البعض حتى الشيطان يقول لا لا تلعن. هذه آيات قرآنية، ألا لعنة الله على الظالمين، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وكثير من الآيات التي تتناول اللعن. لا، هذا جدار حصين ما ممكن أن تتجاوزه، هو هذه ذريعة حتى لا تكشف المستور. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. الحب، كثير من المسلمين يدعون الحب، وفعلا أنا وجدت أنه يحب ويبكي، يبكي على الحسين، ولكنه يوالي عدو الحسين، ولكن يتولى بعدو الحسين، ويعتبر يزيد شنو؟ حاكم. يقول الإمام الحسين راد شو يسوي؟ خيرهم. حقيقة سمعتها من كم واحد منهم، ويظهر تواريخهم مملوءة بهالأباطيل. يقول خيرهم الإمام الحسين، خير العمر بن سعد، قال له لما شاف ماكو مجال إلا القتال أو التنازل لعبيد الله بن زياد، أن يبايع عبيد الله. الإمام رفض، قال والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. طيب الحل شنو؟ يقولون أن الإمام الحسين خيرهم بين ثلاثة، بين أنه أذهب إلى الشام وأنا أتفاهم ويا يزيد. زين، الحسين يروح يتفاهم ويا يزيد، ويزيد ابن عمه ويمكن أن يتفاهم معه، يحاول يرطب الأجواء بين يزيد وبين الحسين، وبين أن أروح إلى ثغر من ثغور المسلمين، خلوني أروح أقاتل. يعني مع ذلك هذا الثاني يعني إقرار، الإمام الحسين يعني يقر بالحكومة القائمة ويذهب للدفاع عن ثغور المسلمين، تحت راية من؟ مو تحت رايته، لا، تحت راية الحاكم الجائر، تحت راية يزيد. والخيار الثالث أنه أرجع من حيث أتيت، أرجع إلى المدينة. هذا ينسب للإمام الحسين، وحاشا للإمام الحسين أن يذهب ويضع يده بيده طاغية مثل يزيد بن معاوية. فالحب ليس أنك تحب، الحب المقصود هنا المقرون بالطاعة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المودة اللي تشمل المحبة زائد الطاعة، أنه الإنسان يحب والمحب لمن أحبه مطيع، لازم يطيع، مو يخلي الأمور هكذا، والله أحبه ولكن أحب العدو مالته. يعني أنت صديق، الصداقة أكثر أم
المحبة، يعني العلاقة بين الحبيب وحبيبة أكثر، أم العلاقة بين الصديق وصديقة؟ أنت صديقك لو تصادق عدوه ينزعج منك لو ما ينزعج منك؟ أكيد راح ينزعج منك. أنت تحب الحسين وتوالي عدو الحسين، هذا ما يسمى حب، هذا ما يسمى حب. الحب أنك توالي من أحببت وتطيع من أحببت، وهذا ما لا نجده في تاريخهم ولا في شأنهم، إنما مجرد محبة الحسين. لاحظ الأناشيد التي تقرأ في حب الحسين عندهم، خصوصا المتصوفة، المتصوفة من أبناء العامة، هؤلاء تشوفهم فد أشعار وأناشيد لطيفة وجميلة في محبة الحسين وفي محبة أهل البيت، تشوف تقول شنو ما شاء الله، شنو الحب وشنو التفاني، ولكن الواقع شنو هو؟ الواقع حب قشري، حب ليس له أثر، الحب اللي ما إلى أثر ما يفيد، هذا ما ينفع. الحب الذي وجهنا إليه رسول الله، وبينت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طالما كان يلفت أنظار الناس والمسلمين إلى من؟ إلى الحسين وإلى الحسن، وإنهما إمامان قاما أو قعدا، سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتاي من الدنيا. فكان دائما يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه القضية. ولاحظنا في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته مع أهل بيته، وكيف كان يتعامل معهم، وكيف كان يلفت الأنظار إليهم. للزهراء سلام الله عليها كم وكم بين عظمة الزهراء، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كل ذلك حتى يبين أن الأحداث التي سوف تقع ما هو الموقف منها، الموقف التفرج. فاطمة رضي الله عنها هذا هو بس، فاطمة رضي الله عنها وانتهى الأمر، كما تترضى على أي واحدة من الصحابيات أو نساء النبي تترضى على فاطمة، هذا هو. بينما رسول الله كان يؤكد على عظمة فاطمة وعظمة الحسن وعظمة أمير المؤمنين وعظمة الحسين، وحتى كان يبين ويلفت أنظار الناس إلى المصائب التي كانت تحل بهم. يوم من الأيام دخل الحسن والحسين على رسول الله، شوف شلون الرسول يريد يجذب أنظار الناس ويبين أنه ماذا سوف يحل بالحسن والحسين. دخل الحسن والحسين على رسول الله، أخذهما رسول الله، اعتنقهما، قبل الحسن من فمه وقبل الحسين من نحره. الحسين التفت إلى جده أنه قبل أخاه من فمه وهو قبله من نحره، ذهب إلى أمه، أمه شمي فمي، هل فيه رائحة يكرهها جدي؟ شمت فمه وإذا به كالمسك والعنبر. جاءت به إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له: أبا يا رسول الله، قبلت الحسن من فمه وقبلت الحسين من نحره؟ فقال لها: نعم بني، فعلت ذلك لأن الحسن يقضي مسموما شهيدا، والحسين يذبح من الوريد إلى الوريد. فحينما سمعت فاطمة الزهراء بذلك قالت: ومتى يكون ذلك يا أبا؟ قال لها: في زمان يخلو مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه،
قالت: أبا إذن من يقيم العزاء عليه؟ قال لها: بني إن الله سبحانه وتعالى سوف يخلق له شيعة جيلا بعد جيل يقيمون العزاء عليه ويندبونه ويبكونه، فأنا أشفع لرجالهم وأنت تشفعين لنسائهم. حينما سمعت فاطمة الزهراء بهذا الخبر أجهشت بالبكاء وقالت: وولداه وحسيناه. كان هم الزهراء من يقيم العزاء على ولدها، من الوالدة من الوالدة يحسين يا بني يا بني يا من والدة من الوالدة يحسين يا بني يا من ريت ذباحك ذبحني اسعدني على ابني يا لتحبني. من الوالدة والقلب له فان يا ودور عز ابني ويا يا يا ما شاء يا. أقول سيدتي مولاتي هذا عزاء ولدك وهذه شيعتك يقيمون العزاء في كل مكان على ولدك الحسين. وين وين اليواسين يا شيعة على حسين وأطفال ورضيع وابن لهفان ودور عزبني وين ما كان. واسي واسي الزهراء بأنينك وحنينك مع الزهراء. أولي أولي على ابن المات عطشان عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان يا لعبت عليه الخيل ميدان آيا 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 ناعيا إن جئت مقبلة. خنروح للبقيع، خنروح إلى المدينة ونواسي الزهراء هناك ونختم العزاء. يا ناعيا إن جئت طيبة مقبلة عرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما لاقى الفؤاد مفصلا. كلكم حافظين وياي: أفاطم لو خلت الحسين. عيدها عيدها: أفاطم لو. وين صوتك؟ وقد مات عطشانا بشط فرات
صوتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات توفوا عطاشا بالفرات وليتني توفيت قبل حين مماي حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك، نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، احفظ علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة طرفة عين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم والحشر معهم يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين، أوفي دين كل مدين، رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا يا الله. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. اللهم شافي وعافي كل مريض، سيما المرضى المنظورين ومن أوصونا بالدعاء لهم. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ارحم علماءنا الماضين، وارحم شهداءنا الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين. أمواتنا اللي كانوا بالعام الماضي كانوا معنا، منهم المرحوم الشاب خادم الحسين حسين الإمارة. اللهم تغمده وتغمدهم جميعا برحمتك الواسعة، وأسكنهم فسيح جنانك يا الله، إلى أرواحهم جميعا وإلى أموات الحاضرين والسامعين. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.